هنا نشرح الـ FCFS function. FCFS function اختصار first come first serve. function دي تستخدم في شركات، تستخدم في البنوك. لو العميل داخل الشركة والبنك، نبقى عايزين نعرف هو استغرق، يعني استغرق وقت قد ايه during the process اللي هو داخل يعملها. برضو عايزين نعرف لو هو جاي في فلاين او جاي في كوي، يعني عايزين نعرف الوقت اللي هو استناه قد ايه. فاحنا بنستخدم الفانكشن. الفانكشن هنا في الترتيب اللي احنا عاملينه، الفانكشن بتاخد الدكشنري. الدكشنري دايما متقسم لحاجتين، متقسم للكي ومتقسم للفاليو. هنلاحظ هنا ان احنا الكي عندنا ليه رقم معين بي 1. ال 1 ده هو او الكي ده هو رقم الكلاينت نمبر. رقم هو رقمه كام؟ هو رقم كام؟ في الفاليو هنا هنلاقي في الفاليو في ليست. الليست متقسمه اثنين، فيها اثنين اندكس. اول واحد ده الارايفل تايم بتاع العميل اللي داخل الشركه، هو جه امتى. والرقم الثاني الاندكس الثاني ده الوقت اللي هو قعده في البروسيس اللي هو داخل بيعملها في البنك او في الشركه. ده الديوريشن تايم. في الفانكشن بتاعتنا احنا هنا عرفنا الفانكشن في بايثون ودخلنا لها ديكشنري. الديكشنري دايما ما بترتبش الكيز والفاليوز، هي بتحط الكيز والفاليوز مش مترتبين مع مش ورا بعض. فاحنا في الاول سطرين احنا جبنا الديكشنري ده وابتدينا ان احنا نرتبه في كي ليست سورت. فجبنا ال بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 وات ايفر العدد الكاينتس الموجوده، فبنرتبهم. الافرج تايم دايما يعني او في النوع اللي هو في اول مره، فاول مره خالص اول كلاينت يجي فبيبقى الافرج تايم زيرو. فنبدا ان احنا نعمل الفول لوب في الـ في الديكشنري. بنجيب الفاليو في بتاعه الكي فاليو اول واحده في الليست. يعني احنا هنا جبنا الارايفل تايم، احنا جبنا اول واحده. لو الاندكس ده بيساوي او اكبر من الافريج تايم، then هيكون معانا الافريج تايم بيساويه بقى يقوم جايب ده بلس ده، وبعدين بيأبندو مكان الاندكس الاول. شرح الجزء الاول في الفور لوب، لما الفور اي كي ليست والليف كونديشن اللي هو انا خدت الاكزامبل ده معايا، بي 1 هيخش في الليست بتاعتها اللي هي 0 24 هياخد 0 0 ايكوال افريج تايم اللي هو 0. هيخش في الجزء الاول وهيافريج تايم ده هيزود، هيخليه عباره عن الجزء الاول اللي هو 0 من الليست، والجزء الثاني 24 هيطلعوا مع بعض، يعني 0 زائد 24 هيكوال افريج تايم اللي هو 24. طيب وهيأبند على الليست دي زيرو، لان كده الكاستمر ما خدش اي وقت، ما كانش في حد ان هو يستناه علشان يخلص المعامله بتاعته. طيب بالنسبه للجزء الثاني فكان الافريج تايم ده الافريج تايم. طيب الافريج تايم كان 24 من ارايفل 2، يبقى كده هو كان 2 اصغر من 24 فهيخش في الليست. فهيقوم داخل الليست دي هيأبند فيها الافريج تايم ماينس الدكشنري اوف 5 اوف 0. اللي هو ايه؟ اللي هو هنا عامل 24 ماينس 2 يكمل 22، وده الويتنج تايم. الويتنج تايم اللي استناه 2 عقبال ما واحد يخلص المعامله بتاعته. طيب وبعد كده هيزود على الافريج تايم اللي هو الاساسي اللي هو كان 24، هيزود عليه 3 اللي هو الديوريشن بتاع البي 2 هيكمل كام؟ 27. بعد الجزء الأول اللي أنا هشرحه شوية، الجزء الثاني من الـ function بتاعتنا، بعد ما أنا أبند الـ waiting time في الـ values اللي هي اللي هم دول اللي
هم في الجزء الثاني اللي هي لو مثلا 0 1 2 اللي هو ثاني واحد في الليست اللي هو 0 22 و 0 دولت الويتنج تايم بتوعي. هعمل ايه؟ دلوقتي انا مطلوب مني ان انا اكتب ويتنج تايم واكتب الويتنج تايم بتاع كل كي هيقعد قد ايه. فعملت تو فور لوبس، الفور لوبس الفور لوب الاولانيه اللي هي فور كي الكي ليست، والفور لوب الثانيه فور فال الدكشنري كي. طبعا الكي ليست لسه لغايه دلوقتي ما اتغيرتش اللي هي سورت لغايه دلوقتي، فخليتهم فور لوب مع بعض. وبرنت عملت برنت للكي اللي هو هيمسك كل كي اللي هو هيبقى بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 او بي 3 بالنسبه للاكزامبل ده، وهيكتب جنبه ويتنج تايم الاثنين دول، وبعد كده هيكتب الويتنج تايم قد ايه. عملت هنا بريك لان لو ما عملتش بريك هيقوم اول حاجه يكتب بي 1 0 0 0 بعد كده بي 2 22 22 22 بي 3 0 0 0 هيقعد الفولو هتفضل شغاله اكتر من مره. فعملت بريك عشان ياخد اول لفه اول لفه منهم وبعد كده البريك من غير ما يلف اكتر من مره. دلوقتي بعد ما محمد عبد العال شرح الويتنج تايم وطلع معاكم الليست دي، دلوقتي عايزين نطلع الافريج ويتنج تايم. عارفين دي لازم نحطها على السكرينز، على السكرينز بتاعت البنوك والكافيز اللي افناش نتكلم عليها في الاول، عشان دي بتكون زي مؤشر للكاستمرز انهم يشوفوا لو عندهم قابليه انهم يقعدوا الديوريشن دي ولا لا. فدي بتكون حاجه اسينشال في تحديد التشويسز دي الديسيجنز دي للكاستمرز. دلوقتي في الـ average waiting time هنعمل أول حاجة هنحدد variable اسمه sum ونخليه equal to zero. بعديها هنمشي على الـ dictionary dot values الـ values بتاعت الـ dictionaries بتاعتنا في loop. فبعديها في الـ loop دي هنعمل إيه؟ for loop. في الـ for loop دي هنعمل الـ sum الـ variable اللي حطيناه في الأول equal to zero، كل شوية كل لوب بيزيد عليه g of index 2 اللي هو هنا 0 1 2 اللي هو الصفوف دي. فبعديها دول دلوقتي هنعمل عملية حسابية سهلة اللي هي بنحسب السم بتاع كل دول اللي هو 0 بلس 22 بلس 0، وبنعملها على اللينس بتاع الدكشنري اللي عندنا 1 2 3، وبكده بنكون طلعنا الافريج ويتنج تايم، وبنعمل برنت من كوتيشن الافريج ويتنج تايم، وبكده يكون خلاص.